السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان الرجاء واجب عليكم فتح جبهة الساحل. دمشق معركي ما شاء الله وكان، حماة معركي ما شاء الله وكان، تبقى الساحل ورقة ضغط على النظام، تكمن سقوط النظام دمشق والساحل. بعد مرور الثورة بفترة عصيبة كما نشاهد الآن فتح معركة دمشق ومعركة حماة أهم المعارك الاستراتيجية، نطالب الآن بفتح معركة الساحل لتخفيف الضغط عن باقي الجبهات ولكي نساعد الناس إلى العودة إلى منازلهم. نطالب قادات عناصر بفتح معركة الساحل لتخفيف الضغط ولكي نساعد الناس على العودة إلى منازلهم. بالنسبة لمعركة دمشق ومعركة ريف حماة كانت معارك استراتيجية وقوية جدا، وانهز فيها النظام بعد 6 سنين من الثورة، ونتمنى فتح جبهة الساحل. بتمنى تفتح جبهة الساحل لتخفيف الضغط عن حماة. وبالنسبة لقصف الطيران المجرم،